درت لي شي امور دو بيس البحر عادي ولا مشي عادي؟ انا بالنسبه لي عندي عادي عادي. اصلا زعما انا ما كنسكنش في المغرب، دونك كنسكن زعما في اسبانيا، كنلبس اللي بغيت وما كيدخل فيه حتى شي حد وهذا. ولكن فاش كنجي المغرب كنلقى مشكل، حيت كيكونوا هكا الناس بزاف اللي كيقول لك لا ماشي عادي ما ديرش داكشي. دونك انا كنقول بلي كل واحد يقدر يكون اللي بغا وانا ندير اللي بغيت. انا زعما الا بغيت نعمل دو بيس نقدر ندير اللي بغيت، وزعما لحمي وحياتي وداكشي. دونك انا كنقول بلي عندي عادي. 10 درهم ديال الانترنيت بقات تشوف داك الفيديو ديال قله الحياه، اش ريح لك انايا بناديه تشوفهم مباشره هذاك الشيء اشطي اون ديريكت داك الشيء اشطي داك الشيء مباشر بلا ما يتفرجوا فيه عجلو. دريت شي امور دو بيس البحر؟ شنقول لك باش يبانوا زعما باش يجيو عندهم الدراري يصيدوهم، فهمتي؟ يصيدوهم الدراري. ولكن انا صراحه عمري عمت بدو بياس. ما عمرك عمتي بدو بياس؟ لا عمري عمت. تعومي بجلابه ولا شي؟ لا ماشي بجلابه، بشورط وبواحد البودي. البنات اللي تيلبسوا دو بياس في البحر واش عادي يعوموا بهم ولا لا؟ بالنسبه لي ماشي عادي. ماشي عادي داكشي. كيفاش كيجيوك انه الدريات اللي تيلبسوا دو بياس؟ متبرجات. انت ما تبغيهمش يلبسوا دو بياس؟ هي صراحة حرية شخصية، هي كل واحد عنده الحق شنو يلبس، ولكن إلا جينا للمعقول راه داكشي خايب، داكشي حرام، ولكن هايا كنديرو داكشي. يديرو اللي بغاو ياه. هما غادي يتحاسبوا الراس، هما ما يكونوش معاهم غدا يوم القيامة. كل واحد يتحاسب الراس. كل واحد يتحاسب الراس وصافي. شنو تقولي لهم شي مرات من الله يهديهم. طلبي لهم الهداية. إيه صافي. تشكرك بزاف، تجي معنا في يوتيوب. إيه مرحبا. هي الشخصية ديالك. هي الشخصية ديالي هذه. ديري اللي بغيتي. يعني أنت ماشي مع ذوك الناس اللي تيقولوا حق قال قلة الحياة وكذا. لا زعما ماشي سوقك فيا، زعما أنا نلبس اللي بغيت وصافي. كاينين شي ناس قالوا لينا باللي راه من قلة الحياة تيلبسوا ذاك الشيء، مع تنكونوا حنا العائلات وكذا وهذا تيجينا حشومة. صح، ولكن إذا كنت تبغي تمشي مع عائلتك سير زعما لشي بلاصة اللي ما يكونش فيها الناس. حتى حنا نقدروا نقولوا باللي بغينا بلاص ديالنا بوحدنا ديال البنات اللي ما يكونوش معنا فيها الدراري باش ما يقلوش علينا الحياة. يعني داك الشيء قالوا لكم الحين باش تكونوا لابسين دو بياس؟ بزاف بزاف. علاش بالضبط زعما؟ ما عرفتش، حيت كيفكروا بلي حنا كنديروا داك الشيء على ودهم هما، ولكن لا حنا كنلبسوا حيت حنا بغينا. حيت نتوما بغيتو؟ شنو تقدري تقولي للدراري من هاد المنظر؟ بلي عيقتوا وصافي. ماشي كاملين ماشي كاملين ماشي كاملين صراحة، كاين اللي كيدخل سوق راسو زعما، حيت كل واحد عقليته. داك الشيء علاش قلت بلي زعما كل واحد يدير اللي بغا. والبنات شنو تقدري تقولي لهم؟ بلي تلبس اللي بغات وصافي، اللي هي ترتاح فيه وتعوم به كيف زعما هي. السلام عليكم اخواتي من الله، تكونوا بخير وعلى خير. بزاف ديال الناس صيفطوا لي ميساج قالوا لي علاش ما تسولش على واحد السؤال اللي هو مهم بخصوص الصيف دابا، الدريات اللي تيعوموا بمتبرجات يعني بدو بياس ولا لباس مخل بالحياء، واش هي حريه شخصيه ولا قله ادب، واش عادي يعوموا به ولا لا. اليوم سولنا الناس في مهديه الشاطئ ديال قنيطره واحد الاسئله اللي هي واحد الاجوبه اللي هي زوينه بشكل. نتمنى انكم تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو، دوزوا عندي الانستغرام في اول كومونتير، صيفطوا لي الافكار ديالكم وتفرجوا في الفيديو حتى الاخر. ان شاء الله اخوتي شورت وبودي صراحه. الاغلبيه ديال الدريات ماشي باش يشوفوا عندهم الدراري، كيلبسوا دو بيس باش يبانوا زعما باش فهمتي اشيروا الدراري. عزيز عليكم نتوما الدراري. انا ما عنديش عليا الدراري. هما زعما كنبلوكيهم. هما واش هما عز عليهم؟ شنو عز عليهم؟ الدريات واش عز عليهم اشيروا زعما الدراري؟ علاش زعما هاد القضيه بالضبط اثيريو الدراري؟ علاش زعما ما عرفتش اخويا، سولهم انا ماشي بحالهم. شنو تقولي للبنات انت؟ والله يهديكم كونوا تحشموا، مابقاوش تعوموا بدو بياس ويلي حي. انا اصاحبي من يولوا يعوموا بحال هكا يعني عادي يخرجوا في الزنقه بحال هكا. يخرجوا في الزنقه هكا؟ يا غير ولا كيخرجوا في الزنقه بحال هكا؟ ولك دو بياس يخرجوا والله تلقاها لابسه حد هنايا وبوطه كامل مشرع عريان. دو بياس اصاحبتي وفي البحر. ايوا صافي بداو يديروا تالحماحم تا هما ميكسو داك الشيء وصافي. ميكسو الحمام بزاف ويلي. ماشي مشكل تكون لابسه شي كسوه هكا مستوره ولا هادي، ما دوك فيها حنا ماشي كور تنكونوا كور بعدا هذيك الساعه لابسه ماشي مشكل. لبس الدو بياس ديك الساعه عادي. هادشي شنو كي دايره لبس عليك؟ لاباس كلشي مزيان. بغيت نسولك الحاجه واش الله يلا بخير الحاجه الله يطول في عمرك قولي امين. امين. بغيت نسولك واش عادي البنات هنا في البحر يعوموا بملابس مخلية بالحياة؟ وي على عزيز. ولدي شنقول لك هذا الوقت ديالهم. الوقت ديالهم وحدهم وغادي يتزوجوهم الله يهديهم، على لان الانسان اللي جا للبحر يكون شي حاجه ديال يحتشم وراعي، لان ماشي الجسم ديالو عطاه ليه سيدي ربي باش يعري ويصد او يشوف واحد اخر وداك الشيء، لان راه الجسم امانه عطاه لنا الله خصنا نستروها. والله يهدي وليداتنا وليدات الناس. هذا ما نقولش انا نكمل على البنات، اش غنقول للولاد؟ الله يهديكم الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. هذا الشيء ما نقول. امين الحاجه شكرا لك. دوزي معنا ان شاء الله في يوتيوب الحاجه ان شاء الله. انا اخويا تنقول لك ولا حره في راسها، دير اللي بغا. انا بعدا حره في راسي ما نقدرش نلبس الدو بياس، كنلبس الشورت
كنلبس الحسيره كتحسن الحسيره دوني وشو عندي في دارنا خويا وبابا الا شافوني لابسه الدوبيس قطعوا لي رجلي قبل ما نوصل للدار. اخويا بالنسبه لي انا عادي جدا، يعني امر عادي جدا، ما فيش شي حاجه اللي ما فيش شي اشكال. خويا شنو نقول لك، حاجه ديال 2022 يعني كون درتي معنا في الثمانينات السبعينات راه كان اللباس محتشم، كانوا والدينا كيجيو لابلاج تيعوموا بجلابات ديالهم، عيالات كبار تيعوموا بجلابات لباس زعما اللي لباس اسلامي. دابا حنا في دوله اسلاميه وتشوف هادشي هذا خويا، يعني انا ما نقدرش نحكم على شي وحده يعني تقول لها اختي شنو لابسه ولا شنو لابسه ولا شنو لابسه، يعني هذاك الشيء تبقى حر. انا بالنسبه لي امر عادي جدا، تلبس اللي بغات، تلبس اللي بغات، داك الشيء اللي كاين الله يعز الحكام الناس شحال الناس مستور، هي راه واخا ضد الفكره ولكن راه تلبس المستور، فهمتي كيفاش؟ اه انت باش تعاون؟ لا لا كرهه ما بكسيوة انايا. كسيوة بارك الله يلاه خدت علينا كسيوة. بارك هي الكسيوة. كسيوة اما ديك دوبياس لا 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 البنات اللي تلبسوا الدوبياس شنو تقولي لهم؟ الله يهديك الله يهديهم الله يهديكم وصافي نسرو راه غدا غدا غنموتوا ولا حايين. الحمام تيلبسوا داك الشيء عادي؟ ايوا داك راه الحمام تيكونوا غير البنات بيناتهم. البنات بيناتهم؟ اه دابا انتم الداخل تتلبسوا بيناتهم الدراري وبنات وعيالات ورجال وحده تبقى غير ديك قل. انا كتجيني قمة الادب وصافي، بنادم كيكون هنا كل شيء يكون كبار صغار مخلطه الوضعيه، بنادم كاع يتمتع مع راسو. اش تيتمتع؟ شوف راه طلع غادي يشوف بنادم داك الشيء تيبقى حالف متبارك الله خير تشيها تبقى تشيها. ايوا شنو وبلاكس اخويا ما تعمر 10 دراهم ديال الانترنيت تبقى تشوف داك الفيديو ديال قله الحياه اش ريح لك هنايا في الناديه غتشوف ام وتفرج هذاك الشيء اشدي اون ديريكت داك الشيء اشدي داك الشيء مباشر بلا ما يتفرجوا فيه عجبلو عادي عادي مكاينش مشكل مكاينش مشكل شتي دابا انت اللي تزوجتي واش تخلي مرتك تعمل الدوبياس؟ ما خلاهاش ما تخليهاش؟ لا عاد قلتي لي دابا عادي عادي كيما نخليهاش انا دابا واش عادي ولا ما عادي؟ عادي 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 اذا انت مرتك اللي لبساته راه عاديه لا ما نخليهاش انا قدامي تكون بوحدها نخليها بوحدها تخليها؟ خليها الله يرحمك الوالدين اوكي حنا بغيناك تخليها تخليها ضروري تعطيها حريتها حريه ديالها انت غتعطيها حريتها تعوم بها انا تعطيني حريه ديالها انت باش تعوم؟ نعومش انا نعوم انا انا نعوم بالكار بالشورت انا نعوم حتى هي غتعطيك حريتها غتعوم بالشورت من عندي انا تقدر تعوم شاعري انا بحال البحر ديال الصبليون عادي جدا. وهنا كيفاش كيجيوك ملي تشوفهم في البحر كلشي بالدوبياس؟ اخويا حنا بالنسبه لينا خدامين في شاطئ مهديه يعني يوميا في لابلاج بزاف بزاف اخويا داكشي خرجي واقيلا اخويا راه مشى شوف حنا الرؤيه النظر علينا حق فهمتي عندك النظره الاوليه شوف تقاويناتك ولكن راه بزاف اخويا هادشي هذا بزاف. انت العزري اش بان لك فاش شدي الدوبياس؟ كيفاش كيجيوك الدريت واش عادي يعوموا الدوبياس؟ عادي عادي ما كاينش مشكل ما كاينش غرام ديال المشكل. انتوما اخويا انا بالنسبه لي اش نقول لك انا من الناحيه الاخلاقيه ما نتقبلش هاد انت ما تقبلش هاد القضيه علاش؟ علاش؟ لان كاين عائلات كيجيو فهمتيني عائلات مخلطين عائلات مخلطين وداك الشيء واحد راك عارف متناقض. لا انا ماشي اسمح لي انا تنهضر من الناحيه الشخصيه ديالي ومن الناحيه الاخلاقيه والدينيه فهمتيني. دابا انت جيتي مع وليداتك وكذا ومرتك وحده جالسه حداك بدوبياس باش تحس تجي شويه ناقصه مالو شويه ناقصه والله وما خويا فهمتي كلشي لباس يكون محتشم محتشم حشمه. شوف هذا امر عادي جدا اخويا بالنسبه لنا حنا في 2022 ومازال في 2030 ان شاء الله اشوف شي حوايج زعما شي مناظر خلابه ما نقدرش نوصفهم لك المهم لا طول العمر الله وكذا تشوف شي حوايج لي بزاف كثار من هادشي كثار من هو حتى راه دابا راه شويه 2022 مازال دابا دوب بياس وكذا 2030 ان بياس تاع الحسن العزيز ثاني مرحبا اخرى.